حياكم الله. هي راية واحدة رفعها المجاهدون ضد قوى البطش والظلام، وما زالت ترفرف أمام جرائم الكيان. وما بين الحقبتين جنات، سيردد التاريخ أنهم زالوا بهوان. منصة ذاع صيتها وهي تردد منذ 5 أعوام بمظلومية الشعب الفلسطيني أمام لغة البطش الصهيوني، ولا تقف عند الكلمات السردية أو الدعوات والمطالبات الشكلية، بل تمتد إلى العمل عبر القنوات السياسية والدبلوماسية لتحقيق التوصيات على أرض الواقع. وهذا عهد المجلسيون لنصرة غزة. أما في النجف الأشرف، صورة برهنت أحقية مشروع المقاومة بالدفاع عن المستضعفين، وعبرت عن عمق الأسف لعز العالم عن إيقاف حرب الإبادة، وكل هذا في يوم القدس العالمي. فهل أنتم غافلون يا سادة؟ يجب إيقاف هذه الحرب وإزالة من يمارس بهذه الطريقة الهمجية ومحاكمته. توأم يا ناس، توأم يا دولة، توأم يا ماما. يجب إيقاف إيصال الوقود لهذه الجرارات التي تقتل الملايين من البشر والبيوت والمستشفيات. قطع العلاقات مع إسرائيل لأنها تجاوزت كثير من قضايا الإنسان وشوهت قيمة الإنسان. وندعو الحكومة العراقية من خلال الجهود الدبلوماسية عبر المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة إلى تبني مشروع قرار إيقاف العدوان الصهيوني مع فرض التدابير اللازمة لتنفيذه وفقاً للبند السابق. وفي مثل هذا اليوم نؤكد مرة أخرى الموقف العراقي الثابت في شعوره بالمسؤولية إزاء محنة الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي حرص العراقيين على السلام العادل وإحقاق الحقوق وردع الطغيان. على الأطراف الدولية كافة إبداء موقف واضح ومسؤول من الحرب الظالمة التي تشن ضد المدنيين العزل، وعلى هذا النحو الغير مسبوق من الوحشية والقسوة. نبدأ محور حلقتنا لهذا اليوم بتقرير للزميل شيبان سامي عن المؤتمر الدولي الخامس ليوم القدس العالمي، والذي أقيم برعاية المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. لنتابع. تحت شعار القدس ضمير الإنسانية، أقام المجلس الأعلى الإسلامي المؤتمر الدولي الخامس لنصرة الشعب الفلسطيني بحضور رسمي ودولي لتسليط الضوء على عملية طوفان الأقصى التي أصبحت في قلب الاهتمام الدولي حقوقيا وإعلاميا وسياسيا، وغيرت نظرة العالم اتجاه القضية الفلسطينية. توقعاتنا أن هذه الشعوب التي تحركت خلال هذه 6 أشهر ستبقى تتحرك من أجل أن تفرض إرادتها على الحكومات التي بخجل الآن تقف في هذا الموضوع، وبالتالي فغزة منتصرة وفلسطين ستنال حريتها والقدس لنا إن شاء الله. اليوم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يحيي يوم القدس العالمي ويلبي النداء الذي أطلقه الإمام الخميني من قبل 4 عقود، وينتصر لقضية فلسطين كأولوية ضمن سياساته ومواقفه للمجلس الأعلى. اليوم هذا المؤتمر الدولي الخامس لنصرة الشعب الفلسطيني وإحياء يوم القدس العالمي. مقاطعة الكيان الصهيوني ودعوة الحكومة لتبني مشروع قرار إيقاف العدوان عبر اتخاذ الأطراف الدولية موقفا واحدا هي أبرز المطالب والدعوات التي تضمنها المؤتمر عبر كلمات رسمية محلية ودولية.
لاحظت انه الموقف الحكومه اليوم من خلال كلمه السيد رئيس الوزراء، من خلال كلمه السيد نائب رئيس البرلمان، هذه كلها تعبر عن رؤيه الشعب العراقي ودعمه لهذا الشعب المظلوم. فاعتقد انه بالاضافه الى مواقف المقاومه المشرفه التي اعلنتها في اكثر من بيانات وافعال على الارض لانتصارا للشعب الفلسطيني ولشهداء غزه ولشعب غزه. اليوم احنا جاي نشوف حكومه وشعبا في العراق العظيم مساند للعملية الفلسطينية، الرحمة إلى شهدائنا وشهداء فلسطين، ونتمنى من الله إيقاف هذه الحرب بأسرع وقت. بين الاستذكار والمطالبات تبقى الأنظار شاخصة لضرورة تبني هكذا خطوات تدعم القضية الفلسطينية وتنهي مأساة أطفال غزة في ظل الانتهاكات الوحشية للكيان الصهيوني. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور الحديث في ملفنا الأول راح يكون مع الدكتور علي الدفاعي، الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. المجلس الأعلى هذه السنة الخامسة على التوالي يقيم مؤتمر يوم القدس العالمي، شنو رسائلكم ومطالباتكم خاصة نحن نمر في ظروف استثنائية هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافة وتحية طيبة. في الحقيقة كما تفضلتي، هذه السنة الخامسة ويحيي المجلس الأعلى الإسلامي العراقي هذه الشعيرة وهذه المناسبة الوطنية الإنسانية الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم. ونستذكر هنا الدعوة الخالدة للإمام الخميني قدس سره الشريف في أن يكون آخر جمعة من شهر رمضان هو يوم القدس العالمي، وأن تتنوع المناسبات التي تقوم بها الشعوب المسلمة الشعوب الحرة في كل حراكة من أجل دعم القضية الفلسطينية. كنا في مسيرة شعبية ونذهب إلى ندوات ومؤتمرات علمية وما يقومه المجلس الأعلى في مؤتمره الدولي، وهذا هو الميزة حقيقة في مؤتمرنا في المجلس الأعلى، أنه مؤتمر دولي نأتي بسفراء لدول مهمة داعمة للقضية الفلسطينية، لها موقف شعبي ورسمي. لذلك يعني هذا المؤتمر يعني يحظى بأهمية خاصة من خلال الحضور الدبلوماسي والتمثيل الدولي الحاضر فيه. الرسائل مهمة من خلال هذا المؤتمر، ناهيك عن قضية دعم القضية الفلسطينية وحمايتها من التذويب. يعني تعرفين أن الآلة الغربية سواء كان الاستكبار العالمي، أمريكا، حلفائها، الكيان الصهيوني، كان هدفهم الأساس أن تذوب القضية الفلسطينية، أن لا تكون قضية ذات أولوية، أن تيأس الشعوب من دعم هذه القضية، وبالنتيجة يستسلمون ويتقبلون فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني يعني باعتباره دولة. أكون مراهنة على الوقت، مع مرور الوقت ممكن أن تنسى القضية الفلسطينية؟ هذا كان حلمهم، ولكن استمرارية يقظة الشعوب واستمرارية حضور المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن قضية وتمسكهم بهذه الأرض، وما شهدناه في أحداث طوفان الأقصى مؤخرا، هذا الصمود وهذا الصبر من المقاومة ومن العائلة الفلسطينية جعلت حلم أن يكون هناك تذويب للقضية الفلسطينية وهم وخرافة. اليوم إسرائيل بكل ما استطاعت أن تصنع لها من قوة وحالة سيطرة وتمكين ونفوذ في المنطقة العربية وغير العربية، طوفان الأقصى بفعل المقاومة وبفعل صمود الشعب الفلسطيني هدم كل هذه الأسطورة. اليوم طوفان الأقصى حقيقة بدأ عصر جديد، اليوم هو عصر الشعوب. نحن نرى أن القضية الفلسطينية بعد أن كانت قضية يعني رهينة بعض المحافل الدولية في مجلس الأمن والأمم المتحدة وعلى استحياء لبعض الدول العربية، اليوم لا، القضية الفلسطينية أصبح لها حضور قوي من خلال مواقف شعبية في كل العالم. أمريكا نفسها التي هي الحليف الأول بل صانعة الكيان الصهيوني، نجد أن هناك حراك شعبي واسع وقوي رافض لوحشية الكيان الصهيوني بل ورافض لدعم الحكومة الأمريكية لهذا الكيان. لذلك في الحقيقة يأتي مؤتمر المجلس الأعلى في دورته الخامسة هنا ليؤكد أن عصر هيمنة الاستكبار العالمي وهيمنة خرافة إسرائيل القوية المتمكنة، وأن هناك عصر قادم للتطبيع
وقبول إسرائيل كواقع مفروض أصبح وهم وحلم زائل، وأن قوة وصمود الشعب الفلسطيني وأحرار العالم في دعم هذا الصمود وهذا الصبر سيجعل نحن أمام عصر جديد. نعم. ليس للكيان الصهيوني وجود فيه. بهذه المؤتمرات، وأنت ذكرت أنها تمثل تمثيل سياسي عالي المستوى، هل هذه المؤتمرات مع الإرادة الشعبية العراقية قطعت الطريق أمام من يفكر بضم العراق لقطار التطبيع؟ بضم العراق إلى قطار التطبيع، وأنت تعلم أكو محاولات كانت سابقة. العراق لا يمكن أن يدخل في قطار التطبيع. العراق بما يمتلكه من تاريخ شهداء ومراجع وقوة وطنية حريصة لا يمكن أن يدخل العراق في هذا المشروع. ولكن قولي أن هناك مشروع أريد للمنطقة ويحلمون أن يكون العراق ضمن هذا المشروع. هذا المشروع في الحقيقة طوفان الأقصى بكل البطولات والتضحيات وصمود الشعب الفلسطيني لم يعد لهذا المشروع أي باقية. حتى أفهم، يعني قبل طوفان الأقصى كان هذا الموضوع موجود طبعاً ومراهن على العراق بهذه النقطة؟ المشروع موجود، وبدأت دول تتسابق في قضية التطبيع، دول الخليج، الإمارات والبحرين، السودان، المغرب، كثير من الدول بحرين. هناك مساعي جادة لتطبيع المملكة العربية السعودية، ولكن ما حصل من يعني تقارب واتفاق بين الجمهورية الإسلامية في حينها مع المملكة العربية قطع الشوط في هذا المجال. ما حصل في طوفان الأقصى أيضا قطع تماما الطريق على أي فكرة أو مشروع تطبيع مع الكيان الصهيوني. نحن اليوم لا نتحدث عن تطبيع في المنطقة، نحن اليوم نتحدث عن رفض لهذه الوحشية في العالم، العالم الداعم لإسرائيل للكيان الصهيوني. اليوم دول حليفة للكيان الصهيوني وعلى رأسها أمريكا تقف في حرج، وشعوبها تتصدر المواقف الرافضة وإعلامها يتصدر المواقف الرافضة لهذه الوحشية الصهيونية. لذلك في الحقيقة حكومات دول حليفة وشريكة وصانعة للكيان الصهيوني اليوم في حرج، لأنه يجب أن يعني تواكب حركة شعوبها الرافضة لما تراه. اليوم حقيقة ما نراه من غضبة عند الشعوب الغربية ترفض أن يقتل الإنسان بهذه الطريقة الوحشية. يعني أي إنسان اليوم يستطيع أن يسكت أو يتسامح مع ضحايا تجاوزوا 33 ألف ضحية بريئة ومجاعة وأكثرهم وأطفال من الأطفال والنساء. صحيح. ثم دخلنا في مسألة غلق المعابر وقتل الناس والأطفال عبر التجويع. لذلك في الحقيقة عندما أطلقنا في المجلس الأعلى أن القدس ضمير الإنسانية، نريد أن نقول أن الإنسانية على وشك أن تموت لولا ما تراه الإنسانية اليوم في غزة وفي القدس من صمود وصبر وتضحية من أجل التمسك بهويتها وأرضها وقضيتها. لذلك حقيقة الإنسانية هي تحتاج القضية الفلسطينية. المسألة أصبحت معكوسة، القضية الفلسطينية هي تبث الروح اليوم في الإنسانية التي تحتضر. المؤتمر حمل رسائل ومطالبات مهمة جدا دكتور علي، شلون ممكن تترجمون هذه الرسائل إلى مطالبات وترجموها على أرض الواقع لتكون كتطبيق عملي للجهات المعنية؟ طبعا من أهم الرسائل التي عبرت عنها كلمات المتحدثين وعلى رأسهم راعي المؤتمر سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي، أن يكون هناك مقاطعة اقتصادية وتجارية للكيان الصهيوني، وأن يكون هناك حظر لبيع وتصدير الوقود لهذا الكيان الذي يستخدم هذا الوقود في آلته التي تقتل الشعب الفلسطيني. صحيح. نحن في الحقيقة عندما يعني نأتي بسفراء دول مهمة مثل البرازيل وفنزويلا والجمهورية الإسلامية، فضلا عن الحضور الدبلوماسي الحاضر في المؤتمر، كل هذا عوامل ضغط، لأنه ما يخرج به المؤتمر من مطالبات من توصيات هي بالنتيجة ستكون رسائل واصلة إلى هذه الدول. وكذلك الحكومة العراقية تسعى من خلال تبني هذه المواقف وعلاقاتها سواء في محيطها الإقليمي أو محيطها الدولي إلى تبني موقف قوي. ويسند كل هذا الموضوع أن هناك موقف شعبي داعم. اليوم عندما قال سماحة الشيخ همام حمودي أننا نعيش اليوم عصر الشعوب وليس فقط عصر الحكومات، يجب على الحكومات أن تصغي وتلتفت إلى ما تقوله شعوبها. اليوم الشعوب في العالم نجدها شعوب حرة،
شعوب تقف مع الطفل والمرأة والإنسان في الضفة الغربية، في قدس، في غزة، لتدعم هذه القضية وتدعم هذا الصبر وهذا الصمود. لذلك في الحقيقة نعتقد أن رسائلنا من خلال هذا المؤتمر بإمكانها أن تصل بقوة من خلال الحضور الدولي الموجود، من خلال تبني الحكومة العراقية لهذه المطالب بوجود الرئاسات الثلاث الحاضرة والتي كانت كلماتها أيضا تتضمن هذه المطالب. ومن المطالب المهمة هي إيقاف هذه الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني. المهمة. اليوم العراق يستطيع أن يتبنى مثل هكذا مشروع لإيقاف الحرب الوحشية في القدس المحتلة؟ هو في الحقيقة العراق متبني لهذا المشروع على المستوى الشعبي. وجدنا كيف أن الشعب العراقي حاضر، سواء في خروجه في يوم القدس، سواء في تقديم كل الدعم الإنساني الذي أوصله ومستمر في إيصاله إلى غزة، كذلك من خلال الموقف الرسمي الحكومة العراقية في المحافل الدولية والقمة القريبة التي كان حاضر فيها السيد السوداني، وكان موقف العراق موقفا مشرفا في الوقوف مع القضية الفلسطينية وفي مطالبة إيقاف هذه الحرب الوحشية بكل طرق. يعني ممكن العراق يتدخل وسيط؟ هو متبنيها من حيث المبدأ والعقيدة، هاي نقطة لا يختلف عليها، لكن قدم رسائل لبعض الجهات المعنية لضرورة إيقاف هذه الحرب، هنالك خطوات عملية؟ الحقيقة يعني لنكن واقعيين، الوساطة الممكنة اليوم يعني لا تقف ب يعني موازاة موقف الشعوب. الشعوب هي التي تتكلم اليوم. صحيح. صوت الشعوب أقوى من صوت الحكومات. المطلوب اليوم ما طالب به المجلس الأعلى في مؤتمره الدولي الخامس وتبنته الكلمات التي عبرت عنها سفراء الدول والكلمات للرئاسات الثلاث، إيقاف الحرب الوحشية الظالمة على الشعب الفلسطيني الأعزل. هذا بالمقام الأول. المقام الثاني فتح المعابر وإيصال المساعدات من غذاء ودواء. المسألة الثالثة المهمة في الحقيقة، ونحن في المجلس الأعلى والحكومة العراقية ندعوها وكل الشعوب الحرة والحكومات التي يعني تيقظ شعورها الإنساني ومسؤوليتها تجاه هذا الشعب المظلوم، هو أن يكون هناك حملة توثيق لكل هذه الجرائم التي قام بها العدو الصهيوني، وأن يكون هناك معاقبة ومحاسبة دولية وقانونية على هذه الجرائم. القانون الدولي صامت، مجلس الأمن صامت على ما يحدث اليوم، تحدث إبادة جماعية، تجويع. يعني شلون ممكن نقول أكو قانون دولي أو أكو قانون إنساني، خاصة أنه المطالبين بحقوق الإنسان هم أكبر مجرمين شهد عليهم التاريخ؟ يعني في الحقيقة أن أتفق في أنه هو القانون أصم، عبارة عن نصوص، واسأليني على أن من يفعل هذه النصوص. وإلا دولة جنوب أفريقيا مشكورة رفعت قضية على الكيان الصهيوني. صحيح. وكسبتها بمقدار ما، ولكن نتيجة تنفيذ هذه القوانين والقرارات شنو؟ مجلس الأمن نفسه صوت على إيقاف الحرب في غزة، ولكن لليوم نحن نشاهد أن آلة القتل تمضي بدورها في القتل في غزة. أمريكا مع كونها أنها محرجة من لأنها صرحت كثيرا على أنه إسرائيل، حكومة إسرائيل فقدت الكثير من حلفائها من داعميها، جعلت أمريكا في حرج أمام شعبها في الداخل وأمام الوضع الدولي كذلك. لذلك في الحقيقة اليوم يجب أن يستمر الضغط. يعني كما هناك صمود وصبر عند الشعب الفلسطيني في التمسك بقضيته إلى آخر المسار، لليوم ستة أشهر لم يتوقف القصف الصهيوني الوحشي، ليس يوما بل على مدار الساعات والدقائق. ونجد أن المقاومة في موقفها، الشعب الفلسطيني صامد ومتمسك بقضيته، الشعوب العالمية داعمة وتخرج في هذه المسألة. لذلك حقيقة استمرار الضغط بهذا الشكل يجب أن يأتي بنتيجة. يعني نحن ندعو إلى أن يستمر هذا الضغط في المحافل الدولية، في المحافل الشعبية، وأن تتحرك الشعوب وتستجيب لهذا الحراك الشعبي. وإلا يعني القضية ستفقد السيطرة، وسنذهب إلى أن تتدخل قوة إقليمية وستجعل المنطقة كلها تلتهب بهذه المسألة، والخاسر الأول والأكبر هو العدو الصهيوني. ذكرت نقطة مهمة جدا، المؤتمر حمل تبني لمشروع المقاطعة. يعني هل اليوم المواطن العراقي والمواطن العربي والمسلم بوجه عام
لديه هذه الثقافة، ثقافة المقاطعة، لديه اليوم نستطيع نحن كوسائل إعلام كمواطنين ربما بسيطين أن نلعب دورا مهما في نصرة القضية الفلسطينية. أحسنتي. طبعا تاريخيا القضية الفلسطينية عقود من الزمن نحن نعيش معها. نعم. وتكلمت على أن هناك محاولات جادة في تذويب هذه القضية، وهناك حالة من التسخيف، السخرية بالتفاعل مع القضية الفلسطينية، منها أنه ما علاقتنا بالقضية الفلسطينية أو شنو قيمة دورنا في القضية الفلسطينية. اليوم حقيقة أكو مسألتين مهمة. المسألة الأولى هي استمرارية المواظبة والمحافظة على القضية الفلسطينية حية. الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في كل سنة هناك خروج شعبي وهناك تفاعل عالمي مع قضية فلسطين. شعب فلسطين شعب صامد، مقاومة حاضرة ومؤثرة، محور مقاومة. أصبحت يده تطول وتصل من مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر إلى مسيرات وما إلى ذلك، بحيث أصبح الوضع العالمي يجد أن قضية فلسطين حاضرة بقوة، وكل مشاريع تذويبها وتضعيفها قد انتهت. طوفان الأقصى في الحقيقة، وأرجع وأقول طوفان الأقصى بمعنى حضور وقوة المقاومة ومحور المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، جعل لنا صفحة جديدة من طوفان الأحرار، أي طوفان الشعوب الحرة، طوفان الإنسانية. هذا الطوفان في الحقيقة لا يمكن أن يقف في وجه أحد. لذلك في الحقيقة نحن نعول ونأمل أن عصر الشعوب هو عصر خاتمة ونهاية الكيان الصهيوني، ويجب أن ترضخ الحكومات لقرار وإرادة شعوبها، وإلا عواقب ذلك وخيمة على الجميع. طيب اسمح لي دكتور أن ننتقل ونروح ويا حضرتك لأبرز ما جاء في منصة أكس حول استقبال الإمام السيستاني لعائلة الطفلة اللبنانية أم الدر التي استشهدت إثر اعتداء الكيان الصهيوني على جنوب لبنان. جديد أهلا بكم. الإمام السيستاني يستقبل العائلة المفجوعة بابنتهم جراء جرائم الكيان الصهيوني، ورح نناقش هذه النقطة مع الدكتور علي. أهلا بك من جديد. ما هي الرسائل من استقبال الإمام السيستاني لعائلة الطفلة المقتولة من قبل الكيان الصهيوني في يوم القدس العالمي بالتحديد؟ في أيام طوفان الأقصى، في أيام طوفان الأحرار، في يوم القدس العالمي وتفاعل شعوب العالم بأسره مع القضية الفلسطينية، يخرج سماحة السيد السيستاني أطال الله في عمره ويلتقي بعائلة الشهيدة الطفلة من جنوب لبنان. في الحقيقة هي رسالة واضحة لدعم خيار المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني، هو خيار واضح تتبناه المرجعية الدينية العليا في استقبالها لعائلة الشهيدة من جنوب لبنان، وبهذه الحفاوة ويدعو لهم ويدعو لأهل جنوب لبنان. هي رسالة تقول بلسان الحال، بلسان الزيارة الكريمة، أننا مع شعوب محور المقاومة، أننا مع خيار المقاومة، أننا مع مواجهة هذا الكيان الصهيوني، ونقف مع القضية الفلسطينية، ونقف مع الشعوب المستضعفة. هي رسالة واضحة، والشعوب في الحقيقة تلقفتها.
أن الوضع الشرعي، أن الوضع الديني، أن المرجعية الدينية داعمة مؤيدة، بل أن تأريخ المرجعية الدينية في العراق وفي غير العراق كانت دائما هي مع خط مواجهة الكيان الصهيوني وتحرير الأراضي المقدسة في فلسطين. لا ننسى أن نذكر هنا موقف السيد الإمام محسن الحكيم، الشيخ كاشف الغطاء، السيد أبو القاسم الخوئي، الشهيدين الصدرين، شهيد المحراب الإمام الخميني، وصولا إلى الإمام المفدى السيد السيستاني. حقيقة هي رسالة واضحة تدعم خط المقاومة وخيار المقاومة لهذا الكيان الغاصب وتحرير أرضنا في القدس. أيضا الإمام السيستاني أبدى أسفه عن عجز كل العالم عن إيقاف هذه الحرب. إذن هي دعوة مبطنة وتمنيات ودعوة إلى الله بإيقاف هذه الحرب بشكل عاجل. ماذا تقرأ دكتور؟ في الحقيقة لا أخفيك، يعني هناك حالة من الإحباط واليأس في تبني حكومات عالمية مؤثرة إلى أن تقف آلة القتل الوحشية في فلسطين. وأشرت إلى أن مجلس الأمن بعد أن فشل أكثر من مرة بفعل الفيتو الأمريكي الظالم أن تتوقف الحرب الظالمة في غزة، ولذلك حقيقة هناك يأس من أن تقف هذه الحكومات، ولا أمل في أنه نذهب إلى إيقاف هذه الحرب الظالمة إلا بإرادة الشعوب الحرة. اليوم الشعوب هي صاحبة الكلمة، الشعوب هي التي باتت تحرج وتضغط على الحكومات لكي تكف عن دعمها وإمداد هذا الكيان الصهيوني بالسلاح. ولكن دكتور علي، مع موقف الشعوب الرافض لهذه الحرب، يعني لازلنا نشاهد الكيان الصهيوني مستمر حتى هذه اللحظة بالقصف بدون بنك أهداف. يعني ما يفعله اليوم الكيان الصهيوني هي إبادة جماعية. ماذا يريد الكيان من هذه الحرب؟ وهذا يجعلنا نقول أنه إذا استمرت هذه الوحشية فإن خيار المواجهة الواسعة ستستمر. يعني ما يحصل في باب المندب من أنصار الله سيتوسع، ما يحصل من محور المقاومة سيتوسع، ستشتعل المنطقة، وسيكون الكيان الصهيوني في يعني أكثر أوقاته خسارة. اليوم الكيان الصهيوني داخليا يعيش انهزام وتفكك وتراجع من جميع النواحي، لذلك في الحقيقة بقاء الحال على ما هو عليه سيفتح المنطقة إلى مواجهات واسعة، وستكشف الأيام القريبة عن حجم الخسائر في الكيان الصهيوني. شكرا جزيلا دكتور علي الدفاعي الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي، حياك الله نورتنا في حصاد اليوم. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحة. شكرا لكم. شكرا جزيلا. ختام ملفنا الأول راح يكون بإنفوغراف عن أبرز ما جاء في هذا المؤتمر، لنتابع. والآن أفتح وإياكم ملفنا الثاني باستطلاع الشارع العراقي عن افتتاح مجسر قرطبة ضمن حزمة المشاريع الحكومية لفك الاختناقات المرورية. والله مشروع جيد وإنجاز جيد بالنسبة للحكومة وطبيعة المواطن وخصوصا المواطن العراقي يفرح بالإنجازات الجديدة، وهذا إنجاز ونتمنى أن تكون إنجازات أكثر وذات قيمة عالية وبها فائدة أكثر للمواطنين. وهذا مشروع مجسر قرطبة راح يفك الكثير من الاختناقات المرورية، لأن تعرف هذا المجسر يطل على شارع العام محمد القاسم الرئيسي ويربط ساحة الطيران مدينة الصدر. بنشوف احنا المشاريع اللي جاية تقدمها الحكومة، خاصة يعني فترة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وخاصة المجسرات اللي جاي تحل هواي مشاكل. محور
محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون مع الأستاذ السبرق صباح العبيدي المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ السبرق. بداية أبارك لكم هذا المشروع مجسر قرطبة، افتتح فقط في تم العمل عليه وافتتح في 200 يوم. هذا طبعا إنجاز كبير طبعا، يستحق المباركة ويستحق الثناء والتقدير، لكن ممكن تتحدث لي عن التفاصيل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على إتاحة هذه الفرصة. رمضان كريم عليكم وعلى السادة مشاهدين قناتكم الموقرة. بالفعل طبعا قدر تعلق الأمر بوزارة الإعمار والإسكان وتنفيذا للبرنامج الحكومي، شرعت الوزارة بصراحة بقوة من خلال محورين أساسيين. المحور الأول هو دعم قطاع الطرق والجسور في العراق، والمحور الثاني هو دعم قطاع الإسكان وبالتحديد مشاريع المدن السكنية الجديدة. رجوعا بالحديث إلى المحور الأول، نعم شرعنا بمشاريع فك الاختناقات المرورية بالتحديد الحزمة الأولى في العاصمة بغداد على جانبيها الكرخ والرصافة ابتداء من الشهر الثالث أو الرابع من العام الماضي، واليوم بصراحة نحقق نسب إنجاز متقدمة في هذه المشاريع. جميع مشاريعنا وبالتحديد في الحزمة الأولى تشهد نسب إنجاز متقدمة على أرض الواقع مقارنة بنسب الإنجاز الفعلية. استطعنا بفضل الله وبفضل المتابعة المستمرة وبفضل التخطيط السليم والمسبق لهذه المشاريع، من افتتاح مجسر تطوير تقاطع فنون الجميلة في 3 أشهر فقط، قبل شهرين أو ثلاثة، وقبل يومين أو ثلاث افتتح دولة رئيس الوزراء المحترم بحضور معالي وزير الإعمار والإسكان ومعالي أمين بغداد وعلي من السادة المسؤولين المجسر الثاني، وهو مجسر تقاطع قرطبة. مجسر تقاطع قرطبة هو أحد أهم مشاريع فك الاختناقات المرورية. طول المجسر هو 700 متر نزولاً وصعوداً مع المقتربات على جانبي، وبعرض 20 متر بواقع سايدين ذهاب وبواقع سايدين للإياب. يمتد ابتداءً من بعد نفق المجسر، من بعد عفواً نفق ساحة الطيران، عبوراً بسريع محمد القاسم وصولاً إلى شارع بورسعيد، إضافة إلى تطوير المقتربات والساحة اللي كانت تحته إلى ساحة مستطيلة مع الحفاظ على انسيابية المرور في ذلك المكان. يعني بصراحة أستاذ السبرق راح أتحدث لك عن بعض الحملات اللي صارت على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت هجمات شرسة. التقطوا صور للمجسر صباحا عند الافتتاح وصباح اليوم التالي، وبين حجم الاختناقات المرورية في هذا المجسر بالذات، فقالوا أنه شنو الفائدة، هذا مجرد ديكور وهذا مجرد شكل وكل فائدة ما بي. أرد أسمع ردك على هذه الهجمات. لا طبعا، يعني إحنا آراء المواطنين محل عناية وتقدير لدى وزارة الإعمار والإسكان، لكن بالحقيقة ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي هو يمكن نفس الشيء اللي تناولته من إجينا وفتحنا مجسر فنون الجميلة. بطبيعة الحال عوامل التنمية كانت غائبة في محافظة بغداد وبشكل عام في كافة محافظاتنا، والعقود طويلة لم نشهد مثل هكذا مشاريع تنموية كبيرة بأوقات قياسية، وبالتالي اليوم من نجي نفتتح أي مشروع هو دي يكون بصراحة خلينا نقول راح تصير عليه قدم أكثر من اللازم. شلون؟ يعني اليوم من نفتتح مجسر جديد كل الناس بطبيعة الحال راح تركب سيارته، والله خلينا نشوف وزارة الإعمار والإسكان سوت أو الحكومة إيش قدمت. مقتربات المجسر، العبور إلى المجسر، بصراحة يعطي فالدافع للمواطنين إلى الاستغلال هذا أو خلق العبور إلى من خلال هذا المجسر واستخدامه كمنشأ جديد تم إضافته إلى أحد معالم العاصمة بغداد. وبالتالي وزارة الإعمار والإسكان نوهت ومنذ إطلاق الحزمة الأولى في بدايتها أن هذه المجسرات ستلعب دورا هاما في تخفيف مشاريع فك الاختناقات المرورية بنسب تتراوح من 60 إلى 80%. اليوم إذا نرجع إلى تاريخ أو إلى أسباب الاختناقات المرورية في بغداد، ليش؟ يعني هي مثلا هل الدولة لديها موازنات طائلة ولديها يعني ممكن أن تضع مشروعا هنا أو هناك دون تخطيط مسبق؟ الجواب كله طبعا. محافظة تحدث عن الحكومات السابقة لو عن هذه الحكومة؟ أنا لا أنا دا أحكي يعني خلينا نقول عن أسباب أو عوامل اللي أدت إلى أن تكون بغداد بهكذا. لا، هي العوامل مختلفة. يقول لك أكو موازنات وأكو فلوس لكن أكو سوء إدارة وأكو تخطيط، وعادة ما تكون بعض المشاريع متلكئة. بالضبط. يعني احنا اليوم محافظة بغداد دائما ما نطلع ونحكي وننوه بالاعلام للسادة المشاهدين، محافظة بغداد ترى كمحافظة حجمها صغير نسبيا اذا ما قورنت بباقي المحافظات، ربما محافظة كربلاء ايضا يعني صغيرة بالمساحة، محافظة الموصل،
لكن محافظة بغداد هي المحافظة الأولى المأهولة بالسكان. حسب تقديرات وزارة التخطيط يسكن تقريبا بحدود من 7 إلى 7.5 ربما 8 مليون نسمة في محافظة صغيرة نسبيا مع باقي المساحات إذا ما قرنت مساحتها بمحافظة الأنبار أو باقي المحافظات الوسطى والجنوبية. هذا أولا. ثانيا أعداد السيارات الكثيرة، يعني أنا سمحت تصريح يمكن قبل فترة لأحد الأخوة في مديرية المرور العامة يقول عدد المركبات أو السيارات بحدود أكثر من 4 مليون. مو هي هنا المشكلة، يعني حضرتكم راح تبنون مجسرات وتوسعون الطرق، وأيضا بعض الوزارات راح تجيب السيارات وتكومها بالعراق. طيب شو نرفع؟ يعني هو اليوم بصراحة الدولة دا تشتغل بنفس واحد وبيروح الفريق الواحد. وزارة الإعمار والإسكان اليوم لا تعمل بمفردها في هذه المشاريع. وزارة الإعمار والإسكان اليوم تعمل مع أمانة بغداد وتعمل مع المرور وتعمل مع محافظة بغداد بصراحة، وهي أحد خلينا نقول عوامل نجاح إنشاء مثل هكذا مشروعات ضمن التوقيتات القياسية. هذا أولا. ثانيا نوهت الوزارة إلى أنه ستكون هنالك حزمة ثانية وحزمة ثالثة في بغداد، وبالتالي الحزمة الأولى البالغ عددها 16 مشروع قطعا هي لن تكفي ولن تساهم بفك الاختناقات المرورية مثل ما يصور يعني السادة المشاهدين أو السادة المواطنين مع جل اعتزازنا وتقديرنا. محافظة بغداد اليوم بحاجة ماسة إلى تكامل عملية النقل، وهذا ما دفع الحكومة إلى الشروع بمترو بغداد. نعم. اللي يخدم أكثر من 3 مليون نسمة، دفعها إلى نوعا ما زيادة أسعار البنزين المحسن والممتاز، دفعها إلى إطلاق مشروع النقل الجماعي، وبالتالي كل هذه العوامل بكل تأكيد ستتضافر وتشكل حلا حقيقيا ملموسا من أجل تخفيف الضغط خصوصا على مراكز المدن أو مراكز الأقضية في المحافظة. هذا بشكل شيء خلينا نقول، هذا خلينا نقول الشق الأول. الشق الثاني، الوزارة من شرعت بالمحور الثاني بالبرنامج الحكومي وهو إنشاء مشاريع المدن السكنية الجديدة. إحنا وين خططنا المدن السكنية الجديدة؟ ما خططناها كوزارة داخل خلينا نقول المناطق السكنية، لا، ذهبنا إلى مناطق هي محاذية إلى التصميم الأساسي لمحافظة بغداد. عندما شرعنا بوضع حجر الأساس قبل حدود أكثر من شهرين بمدينة الجواهري في معسكر طارق بالتحديد في منطقة نعم. أبو غريب بواقع 30,000 وحدة سكنية و10,000 قطعة أرض، أيضا مدينة علي الوردي في محور حي الوحدة قرب بسماية بواقع 120. وبالتالي بصراحة كل هذه الاستراتيجيات من أهمها هي ليست فقط أن توفر الخدمة فقط للمواطنين، وإنما هي سحب الكثافات السكانية العالية من داخل محافظة بغداد باتجاه الأطراف. دراستكم الحزمة الأولى بكم ستقلل الازدحامات في بغداد؟ كم النسبة؟ يعني إحنا دائما نوهنا، إحنا دائما عملنا يستند إلى دراسات، وهنالك مكتب استشاري دولي يعمل مع دائرة الطرق والجسور، بالإضافة إلى مثل ما نوهت أنا في بداية اللقاء إلى أن الوزارة اليوم تعمل مع المرور وتعمل مع الأمانة وتعمل مع الجهات وتشور المعنية بالضبط الأخرى. نعمل بروح الفريق الواحد مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة. وبالتالي قدرت أن تكون هذه المشاريع تخفف الزحامات المرورية بنسبة لا تقل عن من 60 إلى 80% فيما يخص مشاريع فك الاختناقات المرورية. وهذه ليست الحزمة خلينا نقول النهائية، الحزمة الأولى 16 مشروع سيتبعها تباعا حزمة ثانية وحزمة ثالثة وطريق حلقي رابع أساسي ومهم جدا لمحافظة بغداد اللي ينقل الحركة المرورية من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية ومن كافة الأطراف دون المرور بالعاصمة بغداد مع تكامل كافة الأنظمة. أكو معلومة تقول أنه أنتم راح تفتحون أكثر من جسرين، من جسرين إلى ثلاثة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، شنو صحة هذه المعلومة؟ ممكن تقول لي عن هذه الجسور؟ والله هي المعلومة صحيحة. ليش؟ احنا بصراحه منذ انطلاق المشروع منذ انطلاق يعني خلينا نقول الحزمه الاولى عملنا الوزاره عملت جاهده تنفيذا لتوجيه مع دوله رئيس الوزراء المحترم بان يتم العمل في هذه المشاريع على قدم وساق وبواقع 24 ساعه 3 شفتات. واليوم بصراحه الشركات التي تم احاله هذه المشاريع ملتزمه بالعمل خلال ليلا ونهارا وباقصى وبكافه الظروف، يعني منذ ابتداء الحزمه الاولى عملوا بصراحة في منذ ابتداء من الشتاء الماضي والصيف والشتاء، واليوم أيضا بدأت درجات الحرارة ترتفع والكل يعرف ما هو الحر العراق بصراحة، لكن مع إضافة إلى المتابعات المستمرة اليوم دولة رئيس الوزراء المحترم بنفسه يتابع هذه المشاريع بأوقات غير معروفة ويتابعها في الليل وفي النهار
معالي السيد الوزير وبرفقته الكادر المتقدم من دائرة الطرق والجسور يتابعون هذه المشاريع ليلا ونهارا في أيام الجمعة، أيام العطل، أيام الدوام، ما بعد الدوام. وبالتالي الوزارة بصراحة مستنفرة بكافة، ليست يعني إحنا اليوم بصراحة خلي يمكن أوضح للسادة المشاهدين، اليوم وزارة العمارة والإسكان ربما صحيح يمكن دائرة الطرق والجسور يقع عليها الثقل الأكبر باعتبارها ملتزمة بمشاريع فك الاختراقات المرورية، لكن للأمانة الوزارة اليوم مستنفرة بكل تشكيلاتها، المختبرات الوطنية الإنشائية مستنفرة، الدوائر التنفيذية، الدوائر التصميمية مستنفذة لغرض إنجاز التزاماتها. ليش؟ لأن اليوم وزارة العمارة والإسكان عليها ثقل تنفيذي كبير جدا في البرنامج الحكومي يصل إلى أكثر من 30% من مجموع الوزارات والمؤسسات الدولة الحالية. شو هي المشاريع التي ستفتتح قريبا؟ أول المشاريع التي ستفتتح قريبا؟ يعني لدينا بصراحة الكثير بمختلف خلينا نقول المحاور، لدينا مشاريع في مجال البنى التحتية، مشاريع المجاري ومشاريع الماء تحقق نسب إنجاز متقدمة. من الجسور أقصد. نعم، عودة إلى عودة إلى المشاريع فك الاختناقات المرورية، يعني ربما إن شاء الله ومن المؤمل وحسب ما هو مخطط إليه أن يتم أن إن شاء الله نفتتح خلينا نقول المجسر الشالشية، وراح يكون المشروع الثاني، وأيضا لدينا مجسرات في صوب الرصافة سيتم إكمالها، إضافة إلى ربما مشروع تطوير ساحتي عدن وصنعاء وصولا إلى نهاية السنة وقبل نهاية السنة، وبالتالي ربما كل شهر إلى شهر ونص إلى أكثر سنشهد افتتاح مشروع من مشاريع الاختناقات. تساؤل مهم من المواطنين يقول لك طريق محمد القاسم اللي يؤدي إلى مجمع بسماي السكني هذا شو وقت يخلص؟ لأنه المواطن جاي يعاني جدا من هذه النقطة. يعني بصراحة أنا بس أكو مراد يسر اللبس للمواطن، والمواطن من حقه، وإحنا من واجبنا أن نوضح هذا الشيء. بعض الطرق أو بعض الخدمات كل ما هو محصور داخل التصميم الأساسي لمحافظة بغداد هو على عهدة الأمانة وليس على عهدة وزارة النقل، عفوا وزارة العمارة والإسكان. وزارة العمارة والإسكان عليها صيانة الجسور العابرة للماء داخل العاصمة، إضافة إلى الطرق الحلقية والطرق الرابطة الرئيسية فقط، إضافة إلى أن اليوم الوزارة تعمل أيضا بالشراكة مع محافظة بغداد وأمانة بغداد في مشروع تطوير مداخل العاصمة الخمسة، وبالتالي احنا علينا صراحة يعني مدخلين، مدخل بغداد الكوت أو مدخل ما يعرف بمدخل بغداد بسماية ومدخل ديالى المدخل الشمالي، وأيضا نحقق به اليوم صراحة على أرض الواقع نسب إنجاز متقدمة بأكثر من 90 أو 92 ربما 93%، وننتظر شركائنا في العمل وبالتحديد محافظة بغداد من إنجاز التزاماتهم في تلك المداخل لغرض إنجاز العمل وتسليمها بأسرع وقت ممكن. تأثيث الطرق من اختصاص الشركات المنجزة لهذه المشاريع. نعم. من حيث الكاميرات والرادارات وضوابط الحمولات على، هل حضرتكم تتابعون هذه النقطة بعناية؟ يعني فيما يخص تأثيث الطريق بكل تأكيد هو يدخل ضمن تندر، ونعم أكيد يعني خلينا نقول من تخطيط إلى علامات مرورية إلى إنارة إلى آخره، لكن بعض المنظومات اللي قد تنشأ، لا هاي طبعا أكيد راح تكون مثلا على وزارة الداخلية وبالتحديد مديرية المرور العامة، يعني ليس فقط كل يعني كل أثاث الطريق هو على وزارة الإعمار والإسكان ما لم يتم الاتفاق عليه. طبعا أكو بعض الفقرات أو بعض المسائل الفنية المذكورة في التندر أو ضمن فقرات المشروع اللي تكون على عهدتنا، لا طبعا هاي يتم إنجازها بشكل كامل وتكون الشركة المنفذة هي ملزمة بإنجازها بإنجاز كافة فقرات التندر، أما الفقرات الأخرى المضافة أو اللي ممكن أن يتم إضافتها من بعض الوزارات كأن يكون وزارة النقل كمحطات وقوف أو كاميرات أو مراقبة تكون على وزارة الداخلية وبالتحديد. طيب كم بلغت نسبة الإنجاز في ساحتي عدن والنسور؟ ساحتي عدن وصنعاء تسير، يعني احنا بشكل عام بصراحه احنا ليش ما نتكلم بارقام؟ ممكن نقول نسب انجاز 50 او 60 و70، لكن احنا بشكل عام الحزمه الاولى بشكل عام بجميع مشاريعها تحقق نسب انجاز فعليه اكثر مما هو مخطط. فيما يخص مشروع تطوير ساحتي عدن وصنعاء يعني ان شاء الله نشهد له افتتاح من بعد ما نفتتح فد مشروعين ثلاثه خلينا نقول ابتداء من ربما قريب نهاية السنة أو ما هو أقل من نهاية السنة، لأن بصراحة هو مشروع ليس بالقليل، عبارة عن مجسرات اثنين واحد على الآخر ويربط طرق رئيسية. فيما يخص مشروع تطوير ساحة النسور، مشروع تطوير ساحة النسور ربما يعد واحد من أعقد المشاريع الحزمة الأولى. ليش؟
لأن يتكون من 5 فقرات مهمة ويوفر حركة نقل لأربعة مستويات. فيما يخص الفقرة الأولى أكو عندنا بها 3 أنفاق، 2 من الأنفاق، 1 راح يفوت من جوا اللاخ، إضافة إلى مجسرات 2 اللي هو المجسر الحالي اللي يعملون به، والمجسر الثاني اللي هو قرب مستشفى اليرموك أيضا سيتم إعادة تأهيله ورفع منسوب بعض الجزء منه. نعم. لغرض المحافظة على خط مسار الترام المقرر إقامته في المستقبل القريب إن شاء الله، لكن من الممكن أن نفتتح المجسر الأول والمجسر الثاني من قبل ما نفتتح الأنفاق في تلك العقدة بصراحة المعقدة. ليش؟ ساحة النسور بالتحديد من جينا وحفرنا والشركة بالتحديد وجدت تعارضات كثيرة فيما يخص إمدادات البنى التحتية. شنو نوع هاي منها التعارضات؟ خطوط اتصال بحكم قربها من وزارة الاتصالات أو برج المأمون. وجدنا أيضا خطوط لنقل الكهرباء، الخطوط المتوسطة والخطوط العالية وخطوط أنابيب صرف. بصراحة تحديات كبيرة واجهت وزارة الإعمار والإسكان آبان إطلاق هذه الحزمة الأولى. أهمها كانت تحديات مسألة الاستملاكات. تعرفين حضرتك اليوم أنت جين وضيفين مجسر، أنت فقط ما راح تضيفين جسم غريب يعني راح تسقطي في مكان مستقيم، لا، أنت تحتاج لأن تستملك على ضفتي هذا المشروع فيما يخص خلينا نقول المقتربات، إلى إضافة إلى تعارضات البنى التحتية. هذا الشيء بالحقيقة اللي دفع الوزارة أن تعمل بروح الفريق الواحد مع الكثير من الجهات ومؤسسات القطاع العام لغرض تذليل تلك التحديات والصعاب، إضافة إلى أنه شكلنا فريق متابعة لكل مشروع من مشاريع فك الاختناقات المرورية لغرض متابعة هذا المشروع بشكل ربما يومي أو أسبوعي وتقديم التقارير وتذليل الصعاب والتحديات اللي ممكن. بوركت جهودكم جميعا أستاذ استبرق صباح العبيد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نسأل الله لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا، نورتنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا لك. ختام حصادنا يلخص أبرز أخبار اليوم. السوداني يؤكد لنجرفان برزاني حرص الحكومة على تقديم الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف أرجاء العراق. النزاهة تفكك شبكة اختلست مبالغ طائلة من حسابات محافظة ديالى بأحد المصارف الحكومية. الكهرباء تعلن اعتماد استراتيجية جديدة لمنع انفصال المنظومة بذروة الأحمال خلال الصيف المقبل. وزير الصحة صالح الحسناوي يتفقد مستشفى العطاء لعلاج الإدمان والتأهيل النفسي في بغداد. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعلن قرب إطلاق وجبة جديدة من القروض للباحثين عن عمل. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.